الثلاثاء الموافق 26/10/2021. المحاضرة اللي فاتت يا جماعة انتهينا في الحديث عن الأدهيجين والكوهيجين، وحكينا هاي إحدى الكيميكال بريباراتيز اوف ذا أو إميرجين بريباراتيز اوف ووتر، إميرجنت بريباراتيز اوف ووتر، إحدى صفات الماء. الآن حكينا أيضا البارح، قلنا انه اول امبارح انه الووتر مولكيول لما تلتصق مع بعض بتشكل عندي ما يسمى بالسيرفس تنشن، طلع كيف اللي هو التوتر السطحي. هاي ذرات الماء مع ذرة ماء مع ذرة ماء، هذا كله ووتر مولكيول مع بعض بتشكل في النهاية عندي السطح. هذا السطح بنسميه السيرفس تنشن. اوكي، هاي العملية ناتجة عن ايش؟ الكوهيجن، ناتج عن مين؟ الكوهيجن. هذا التوتر السطحي بشكل عندي طبقة، بيمكن انه بعض الاوراق الشجر بعض الحيوانات انها لها القدرة على انه يعني تجلس عليها او يعني تمشي عليها، حتى احيانا بعض الحشرات ممكن تمشي على التوتر السطحي هذا الماء. هذا بسموه surface liquid، وفي ليكويد او سيرفس تنشن هو الاصح توتر السطح. طيب نيجي على الاميرجنت بريباريتيز اوف ووتر اللي هو رقم 2، التمبريتشر باي ووتر مديريت. الماء له قدره على انه يتحكم في التمبريتشر او يعني مديريت. يعني مديريشن، مديريشن مين يقول لي؟ ايش معناها؟ مديريشن تحكم يا دكتور، تحكم في حرارة الجو باي ووتر. طيب ووتر مودريت اير تمبريتشر، تتحكم في درجة الهواء باي ابزوربينج هيت. طلعوا هنا هاي اللي بدي اياها، ووتر له القدرة على امتصاص مين؟ الحرارة. تخيلوا يعني لو حطيت كأس ماء انا هون في غرفة، الان حكينا فرضنا انه هذا كأس الماء درجة حرارته خلينا نحكي 20 ودرجة الحرارة في الغرفة 25 سلسياس. الآن الماء له القدرة على أنه يمتص هاي الحرارة، فبالتالي أنا بخفف. الآن طلع الماء هو 20 ودرجة الحرارة 25، امتص الحرارة، فبالتالي هو بعادل درجة الحرارة في الغرفة، له القدرة على امتصاص الحرارة من الهواء from air that is warmer. إذا كانت أدفى، أوكي، بتلاحظ أحيانا أنت حط كأس الماء في الصيف تكون درجة الحرارة 35، شوي الماء هذا البارد الكولد ووتر صار دافي وورمر. ليش؟ لأنه امتص الحرارة الخارجية، فبالتالي هو بيعمل مودريشن للتمبريتشر باي ووتر بأنه بيمتص absorbing heat from air that warmer and releasing. ها طلع في العكس، releasing the store heat. إذا كان مثلا كأس الماء هذا درجة حرارته عالية، صار كانت 100 مغلي، بعد فترة بتلاقي انه فتر. ليش؟ لانه بفقد الحرارة، القدرة على فقد الحرارة، store heat to air that is cooler. اذا كانت درجة الحرارة 20 temperature هنا تبعت الماء 100 تفقدها وتعطيها للهواء، بتخلي الهواء اكثر warm. العكس يعني، عملية عكس. من هنا بنحكي انه الووتر moderate of temperature بأنه absorbing heat أو releasing heat حسب الحالة الجوية. Water is effective as heat bank، يعتبر بنك للحرارة، because it can absorb and release a large amount of heat with only a slight change in its own temperature. يعني هنا بفقد شوي من حرارته في حالة أنه إذا كان releasing أو absorption. Okay. To understanding this capability of water, let's study temperature and heat, water high specific heat and evaporative. الآن حتى نفهم هاي المسألة خلينا ندرس المصطلحات التالية. شو معنى temperature؟ شو الفرق بين temperature والheat؟ What is the difference between temperature and heat؟ في أيضا عندي another. ألو. temperature حرارة والهيت لحظة. أيوة ماشي. أوكي.
تفضل مين معي؟ مين يحكي لي شو الفرق بين التمبريتشر والهيت؟ تفضل. تمبريتشر درجة الحرارة والهيت الحرارة. ممكن خلينا نشوف. في حدا عنده رأي آخر يا جماعة؟ عندي دكتور معك فهد السباعي. علي صوتك لأنك تمام دكتور. تمبريتشر هي درجة الحرارة سواء كانت عالية أو واطية، يعني سواء كانت منخفضة أو مرتفعة، ولكن الهيت هي الحرارة المرتفعة أو السخونة من حكي لها. ممكن. مين غير؟ تفضلي. تمبريتشر درجة حرارة طبيعية، لكن هيت درجة حرارة ممكن تبقى بالتسخين، يعني بنقدر نتحكم فيها. ممكن. طيب خلينا نشوف الجماعة. شكرا على أفكاركم. خلينا نقرأ. طلع بلش في تمبريتشر أند هيت. قبل ما أبدأ في تمبريتشر أند هيت لازم أحكي عن شغلة اسمها كاينتيك إنيرجي، اللي هي الطاقة إيش؟ الساكنة، كاينتيك أو المتحركة أو الساكنة، كاينتيك إنيرجي is the energy of motion، هي طاقة الحركة، طاقة الحركة، طاقة كاينتيك إنيرجي. طيب شو لها علاقة في الموضوع؟ الآن في عندي thermal energy. Thermal energy is the kinetic energy، الطاقة الحرارية، الطاقة الحرارية هي نفسها الكاينتيك إنرجي، الطاقة المتحركة. Associate with the random movement of atoms، ناتجة عن حركة الأتومز. يعني أنا في عندي مادة حركتها هاي المادة بتشكل عندي اسمه Thermal energy، بشكل لأنه نتيجة حركة الأتومز جزيئات بشكل حرارة، أكيد حركة يعني. هاي اسمها Thermal. وهاي الثيرمال انرجي حركتها بتشكل شغله اسمها طاقه حركيه. طيب اور مولكيول ريفلكت ذا توتال كاينتيك انرجي اند ديبند اون ذا ماتر فوليوم، تعتمد على حجم. انا فهمت انا شو معنى كاينتيك، فهمت شو معنى ثيرمال. بناء عليه نحكي تمبريتشر ريبريزنت ذا افريج اوف كاينتيك انرجي، هي تمثل معدل الكاينتيك انرجي اللي هي هاي اللي هي ناتجة عن الحركة. Of the molecules in a body of matter regardless of the volume، هي عبارة عن معدل الطاقة الحركية للمولات في الجسم، لأي جسم بغض النظر عن الحجم. أوكي؟ يعني الجسم هذا اللي جوا هاي المادة تحرك شكل عندي تمبريتشر، اوكي؟ نتيجة حركته بغض النظر شو حجمه بنسميه تمبريتشر. هذا اللغة العلمية هيك. الآن الهيت. الهيت is the thermal energy. تخيلوا تمبريتشر هي كاينتيك بينما الهيت هي الثيرمال. In transfer from one body of matter to another. فهمتوها من المصطلح؟ عاد يفهمني اياها. وانا temperature represent the average of kinetic energy، هي عبارة عن معدل الطاقة الحركية اللي هي energy of motion of molecule in one in a body of matter، في نوع معين من المادة بغض النظر عن الحجم. اما الهيت هي thermal energy اللي حكينا عنها اللي هي نفسها kinetic energy، لكنها شو مالها؟ بانه هذا ال المادة هاي تنتقل from one body of matter to another، تنتقل من حركة مثلاً one mole لأنظر mole. هذا تعريفها العلمي هي بأنه temperature عبارة عن kinetic energy والheat عبارة عن thermal energy. شو رأيكم؟ واضح الأمور ولا لا؟ أنا بقدر أميزها بطريقة. ممكن تعيد الجزئية دي يا دكتور؟ تمبريتشر عرفوها عبارة عن كاينتيك انرجي، انها انرجي اوف موشن، طاقة حركية. اما الهيت عبارة عن طاقة حرارية. انا بتقديري زي ما انت حكيت التمبريتشر هو انه مثلا نعطيها للانسان، الانسان اذا تحرك اذا صار اي حركة فيه بترتفع درجة الحرارة، هاي تمبريتشر. اوكي الان نتيجة حركة الانسان، انت لما تتحرك شو بترتفع درجة حرارتك؟ شو بصدر عنك؟ ما
من جسمك حرارة صح؟ هذا بسميه الهيت. شو رأيكم بهالتعريف؟ عجبكم؟ آه دكتور. مستر يعني الهيت هي ناتج عن الحرارة صح؟ ارتفاع درجة الحرارة. طيب. أوكي؟ يعني أنت حطيت كأس مي درجة حرارته 100، جيت قربت منه بصدر منه حرارة صح؟ هاي الحرارة اسمها هيت، بينما لما هاي تمبريتشر يعني هي الناتج من التمبلر صح؟ نعم، بس احنا بدنا نتقيد بالتعريف العلمي. هذا التعريف العلمي، احفظوا لي اياه، شو يعني تمبريتشر، شو معنى هيت. اوكي، حسب اللي هو الديفينيشن، هذا اللي هو حسب تعريف هذا الديفينيشن نلتزم نتقيد بالموجود. اوكي، اللي بعده حكينا، نكمل. In most biological setting temperature، التمبريتشر يا جماعة measured by Celsius scale. تعرف السلسيوس، العالم سلسيوس، فبنحط احنا التمبريتشر كالآتي. طلعوا هنا C وراها الدائرة مش قدامها. فأنا لما بحكي عشرين كم التمبريتشر والله للماء، بتقول 25 بالحرارة سلسيوس، تحط الدائرة للخلف اوكي مش للأمام. انتبه لها. الآن while there are several ways to measure heat energy، إذا temperature بقيسها بالسلسيوس، بينما الهيت ليش بقيسها يا جماعة؟ بالكالوري. كالوري كال يعني مفهومة هاي. أنا درجة حرارتي 25 مثلا، خلينا 35، لكن الحرارة اللي نات الآن، أنا هاي الحرارة اللي فيها أصدرت طاقة حرارة هيت، بالتالي بلشت أفقد أنا من إيش؟ من وزني. الآن حتى أعوضها بدي أكل، فتقاس بالكالوري. وننتبه لها إنه الهيت بالكالوري، بينما السلسيوس بالتمبريتشر. أوكي؟ الهيت بالكالوري، التمبريتشر بالسلسيوس. أوكي، الآن شو بقول لك؟ when calorie is the amount of heat، أكيد is take to rise the temperature، هو أنا الكمية الكالوري هي اللي بحتاجها من الهيت حتى أرفع درجة حرارتي. To rise the temperature of 1 gram في جسمي أو of water by 1 Celsius. إذا أنا حتى أرفع درجة حرارة الماء في الجسم مثلا بدي 1 calorie. الوين كالوري هاي من الهيت، برفع فيها 1 temperature Celsius لكل 1 gram في جسمي. هيك حكي ماشي؟ انتبه لها. 1 calorie is the amount of heat take to rise the temperature of 1 gram، حتى ارفع درجة حرارة 1 gram معين من الووتر، خلينا نحكي حتى ارفع درجة حرارة 1 gram من هاي الووتر. عندي 1 gram من الووتر، طبعا هنا قص بالجرام، وزنها ما قصها بالملي، جاب كأس الماء وحطه على ميزان ديجيتال، قال لك 1 جرام من الماء حتى أرفعه 1 سلسيوس بدي 1 كالوري. بدي إيش؟ 1 كالوري. الآن conversely على العكس، a calorie is also the amount of heat that 1 gram of water release، نعم، when they cool by 1 Celsius. الآن هذا الواحد جرام الحرارة اللي صادرة عنه، يعني بقدر أعرف الكالوري هو حجم الحرارة اللي طالعة من هذا الواحد 1 gram of water. أوكي، when it is cool by 1، يعني مثلا هنا شوفوا، هيا أنا عندي 1 جرام من الووتر، أوكي، قسته بالميزان، الحرارة اللي صادرة عنه هاي اسمها إيش؟ كالوري. الآن الحرارة اللي بيفقدها هذا الووتر من الماء، كل 1 جرام حتى يفقد هنا، تخيل هنا when it is cool by once، لما
لما يبلش يفقد الحرارة مثلا 1 سلسيوس، لو فرضنا درجة حرارته 2 سلسيوس، حتى هاي الهيت اللي تخرج 1 سلسيوس شو بده؟ بده 1 جرام أو 1 كالوري. مفهوم؟ هاي نحاول. دكتور عجب تعيدها مرة ثانية لأني ما فهمتها، شكرا. طيب خليك معي، بدناش ندخل في هاي اسمها فلسفه في البيولوجي، لكن خلينا احفظوا لي اياها. 1 كالوري هو اماونت اوف ذا هيت اللي صادره من الجسم او من الووتر. هاي حتى هون الاماونت اوف ذا هيت تو تيك، هون ات از تيك تو رايز ذا تمبريتشر اوف 1 جرام اوف ووتر باي 1 سلسيوس. حتى انا ارفع درجه حراره 1 جرام اوف ووتر لواحد سلسيوس، مثلا هاي عندي الووتر بدي ارفع درجة حرارته لواحد سلسيوس، مثلا خلي كانت 2 بدي ارفعها ل3، قديش بدي؟ بدي 1 كالوري. ماشي؟ يعني اذا انت درجة حرارتك خلينا نحكي هنا 37 تمبرتشر، قديش اذا بدي ارفعها لواحد ل38 تمبرتشر شو بدي؟ بدي 1 سلسيوس. او سموها هترفعها 1 سلسيوس بدي 1 كالوري. يعني صارة حرارية نقدر نحكي عنها الكالوري. نعم، حتى ارفع درجة حرارتي لواحد درجة مئوية بدي 1 سعرة حرارية. يعني مقابل رفع درجة الحرارة 1 سلسيوس بدي مقابلها 1 كالوري. اوكي؟ 1 باي 1. مفهوم؟ هيك نختصرها بشكل مختصر. خلاص، ترفع درجة حرارة أي جسم 1 سلسيوس بده 1 كالوري. واضح؟ كالوري هيك الكالوري. لو عايزينها تبقى 2 ثانية، إذا هنحتاج 2 كالوري ولا إيه؟ نعم، 2 سلسيوس قلنا 2 كالوري، 20 سلسيوس بدنا 20 كالوري. أوكي؟ أوكي. اللي بعديها another common energy، ايضا مصطلح اخر متعلق في الطاقة، energy unit كوحدة طاقة، اللي هو الجول. جول، تعرف الجول؟ الجول هو احدى اليونت المتعلقة بالطاقة. الواحد جول برمصول بحرف جي يعادل 0.239 كالوري. أي هي قاعدة قسوها ثابتة، قاعدة ثابتة، حكوا الواحد جول من الطاقة بعادل 0.239 كالوري، يعني حسبوها. طيب انتهينا من موضوع الكالوري، نيجي على الووتر هاي سبيسيفيك هيت. هذا مصطلح آخر بتعلق بالحرارة اسمه ووتر هاي سبيسيفيك هيت. Water stabilizes temperature because it is high specific heat. وأنا بقول لك الووتر تتحكم أو تثبت temperature لأنه فيه لها إشي اسمه high specific. دكتور صوتك بيقطع. فكرت لي مشكلة من عندي أنا. في مشكلة بالصوت. في صوت طالع. هسه الصوت. خلينا نعمل عليه. خلينا نلاحظ شوي. خليك مع. في صوت طالع مش قادر أميز منه. anyway. حتى أعرف specific heat يا جماعة. الماء بعمل stabilization للووتر. ليش؟ لأنه إله specific heat. طيب. شو يعني specific heat؟ بقول لك. of substance لأي مادة، بس الكيت للمادة هي حجم الهيت. مش حضور ومعجن، حبة معجنة كده. بصوت صوت لحظة شوي. إذا تقول مين صادر الصوت؟ نعمل ميوت. طيب نرجع نكمل. صوت بيقطع يا دكتور.
هيك واضح عندكم مشكلة في النت، معلش. طيب the specific heat of substance هي حجم الهيت. أنا لما بدأ أجي أعرف the specific heat of substance هي the amount of heat that must be absorbed or lost of 1 gram of the substance to change its temperature by 1 Celsius. أنا حتى أعرف the specific heat بحكي لك هو عبارة عن فقد أو امتصاص 1 جرام من المادة. هنا أنا بفقد 1 جرام من المادة أو بضيفها يعني بمتصها حتى أرفع درجة الحرارة 1 سلسلس، أوكي؟ أو أقل. يعني أنا نفس يعني عرفناها قبل شوي، specific heat هي حجم الهيت اللي بدي اياه. مثلا اذا امتصاص معناته شو بعمل الان؟ عندي 1 جرام امتص الحراره، شو بده يصير فيه؟ بده يرتفع 1 سلسلس. اذا فقد الحراره اللي هو لوزد، شو راح يفقد؟ راح يفقد 1 سلسلس. يعني متشابهات يا جماعه، حفظ. specific heat of water حكوا specific heat of water هي 1 كالوري لكل 1 جرام سلسيوس. يعني أنا بفقد كالوري، إذا بدي أفقد كالوري بفقد 1 سلسيوس، إذا بدي أمتص كالوري بدي أزيد 1 سلسيوس. يبقى هاي تعريف. يعني مثلا بعض المواد أنا إذا بدي أفقد هنا هاي كالوري 1 كالوري مقابل 1 كالوري مقابل 1 سلسيوس، 1 كالوري مقابل 1 سلسيوس. نفس المبدأ. دكتور تفضل. يعني هلا احنا بنحكي للمية بتحتاج 1 كالوري لحتى انه ترتفع درجة حرارتها درجة واحدة سلسيوس. نعم. بعض المواد الأخرى ممكن تحتاج أكثر من كالوري، مثلا 2 كالوري. نعم، احنا بنتحدث عن الوتر. 1 سلسيوس. بس انه كل ما نعم حسب شو الحالة، لكن أنا بتحدث عن الوتر. حتى أنقص درجة الحرارة 1 سلسيوس بدي أفقد 1 كالوري، حتى أزيد درجة الحرارة 1 سلسيوس بدي أضيف 1 كالوري، أي absorbed or lost. طيب water specific heat أو high specific is due to hydrogen bond. شو اللي خلى ال هاي ليش الوتر عنده specific heat؟ لانه في له هيدروجين بوند، روابط مع الاكسجين، له روابط هيدروجينيه سميناها بولر، ذكروها بولر كوفالنت بوند، روابط تساهم. هيت ماست بي ابزورب تو بريك هيدروجين بوند. حتى انا احطم الهيدروجين بوند شو راح يصير في الهيت؟ ابزورب. اند هيت از ريليزد when hydrogen bond form. الآن أنا مثلاً والله الماء هذا أعطى هيت، إذا صار عندي الهيدروجين بوند هاي ريليز، يعني زاد درجة الهيدروجين، يعني الهيدروجين بوند زاد ارتباطه في الماء، كل ما زاد ارتباط الهيدروجين في الماء بعطيني هيت، كل ما فقد ارتباط الهيدروجين في يعني أو خلينا نحكي ارتباط الهيدروجين بالأكسجين كل ما زاد اللي هو الماء، كل ما زاد هذا الارتباط بعطيني هيت، كل ما قل هذا الارتباط شو بعطيني؟ بتقلل الهيت. اذا زيادة الارتباط بتزيد الهيت، قلة الارتباط بتقلل الهيت. شو العلاقة فيهم؟ هنا كاتب لك هنا heat must be absorbed to break hydrogen bond. يعني انا لما بفقد هاي الهيدروجين بوند بيطلع منها هيت، اوكي؟ انا حتى افقد الحراره، ها واضحه يا جماعه؟ حتى تتحطم هنا هيت ماست بوند، حتى انا افقد الهيدروجين بوند، هاي العلاقه ما بين الهيدروجين والاكسجين بيظهر عندي هيت. الان العكس الريليز، متى بتظهر هاي الحرارة؟
لما انا شو بعمل؟ بزيد ارتباط الهيدروجين مع الاكسجين. كلها يا جماعه هاي يعني فلسفه في موضوع الهيت والتمبريتشر، واضح؟ فهمناش يعني هيت مص في ابزورد حتى انا افقد واحد هيدروجين، ها هاي الهيدروجين حتى اكسره بعطيني هيت، بصير ابزوربشن للهيت، حتى هنا ريليز، حتى ايش انا يعني افقد الحراره هنا او اعطي حراره، لازم ايش اعمل؟ اشكل هيدروجين بوند. تشكيل الهيدروجين بوند مع الاكسجين بعطيني ريليزنج للحراره، تحطيمها بصير عندك هنا ابزوربشن، الفقد للحراره. واضح ولا لا؟ واضح دكتور، واضح. خلاص احفظوها، حفظ انه احفظوها، حفظ هيت must be absorbed. متى بصير absorption للهيت؟ لما يصير break down للهيدروجين. متى بصير releasing للهيت؟ متى بصير امتصاص هنا للهيت؟ متى بصير فقد للهيت؟ لما يصير عندي هيدروجين بوند فورم، تشكيل، تشكيل الهيدروجين بوند، هاي فقد. طيب الآن اللي بعده اللي هي what is the relevance of water high specific heat to life on earth, what is the relevance of water high specific heat to life on earth. الآن طلع هون بالنسبة للspecific heat بحكي لك large body of water can absorb a large amount of heat from the sun. الآن ممكن احنا نأخذ كمية حرارة كبيرة نتيجة فقد الوتر من الصن، يصير عندي heat in a daytime during the summer الصيف and yet warm only few degree at night and during the winter the warm water will warm cooler air. انطلعونا اللي بدنا اياه هنا therefore ocean temperature and coastal land area have more stable temperature than inland area. وانا بقول لك انه كيف البحار، هي عندك البحار هي اليابسة كيف بتحكم بالحرارة؟ طلعوا هنا مثلا اللي بعيد عن البحر بتلاقي درجة الحرارة 100، كل ما قربت من البحر شو بصير درجة الحرارة بتقل. ليش؟ لأنه الماء بيمتص الحرارة. الآن أنت بعيد عن البحر 106، قربت على الشط كم صارت؟ 84. فأوتوماتيكلي هاي واضحة إنه كل ما قربت من الماء راح يصير عندك الجو ألطف. ليش؟ لأن الماء بيمتص الحرارة. أوكي؟ أيوه. عيد الحتة ده دكتور. آه؟ عيدها تاني، عيدها تاني. وقف هون يا جماعة بكفي. ما فهمت عليك. تفضل. أعيدها؟ الآن كل ما بتعدنا إحنا عن البحر، هاي البحر عندك وهي اليابسة اللي حنشوفها. تمام. شو تمام؟ لسه ما حكيتش إشي. هاي هاي السي أو الأوشن، كل ما قربت اليابسة من البحر، خليك معي، كل ما قربت الحرارة من البحر شو بصير في درجة الحرارة بتقل. كل ما بعدنا عن البحر درجة الحرارة بتزيد. هذا مثال على إنه إيش؟ إنه الووتر شو بيعمل؟ بيلطف الجو، بيمتص حرارة الجو الزائدة اللي ناتجة عن الشمس، درجة حرارة في السمر وقت الصيف فقط. وقف لهون، المرة الجاية بنكمل وين؟ بنحكي عن الإيفابوريتيف كولينج. في حدا عنده اي سؤال يا جماعه؟ دكتور بدي اسالك هسه بالنسبه للحضور والغياب. لحظه شوي، الحضور والغياب